السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذه الجلابة، وكيف ما وعدتكم ونزولا عن طلب الاخوات اللي طلبوا مني انني اي بياسة ساليتها غادي نشاركها معهم بالتفاصيل ديالها وبالاسماء ديال الخدمة وبالنوع ديال الثوب كيف ما طلبوا لي في التعاليق. كيف ما شفتوا هذه جلابة سامبل مخدومة بالملاقية ديال واحد، كيف ما تتشوفوا على الصورة جات زوينة بزاف. هاد التوب هو كريب، كريب الثمن ديالو مناسب وزوين بزاف، ما كيتعداش 70 درهم للمترو. صراحة السيدة هي اللي شريته ماشي انا اللي شريته. كيف كتشوفوا هذه هي الملاقية ديال واحد بالنسبة للناس اللي بغاو يعرفوا شنو النوع ديال الخدمة. وهذا الدرس ديال البريوه كيجي زوين بزاف، هذه بريوه صغيره يعني اصغر درس ديال البريوه هو هذا، كيجي زوين بزاف وكيجي انيق، هو تيشبه الدرس العادي ولكن هذا مغلف، على داكشي علاش تنسميوه الدرس ديال البريوه. ومن بعد ان شاء الله غادي ندير معكم دروس في الرنده الى يسر الله سبحانه ان شاء الله. كيف ما قلت لكم هذا التوب ديال الكريب. بالنسبة للكليانة هي اللي طلبات هاد الخدمة، هادي بغاتها في السامبل، ولا كولور اللي خدمنا بيه الجلابة هو اللي غادي تستعملو السيدة في الشال او لا في الفولار ديالها. بالنسبة لهاد التوب راه زوين بزاف، هاد الكريب راه طايح زوين غزال، والثمن ديالو كيف ما قالت لي هي خداتو ب70 درهم للمتر. وهنايا كيف ما تتشوفوا هاد لي بروش فيه لا كولور ديال الثوب وفيه لا كولور ديال الخياطه، وزوين بزاف فيه البرونز كيف ما تتشوفوا. هاد لي بروش تيركبوا فوق من الخدمه منين تنساليوها، تنركبوهم هكايا فوق من الرانده، كيجيو زوينين بزاف، عاطين واحد المنظر زوين، وحتى الثمن ديالهم حتى هو راه مناسب ماشي غاليين بزاف. كيف ما شفتوا جاو زوينين مع الخدمة، جاو غزالين، منظر ديالهم زوين. وكيف ما شفتوا اي خياطة وعندها العشاق ديالها، وانا من المحبين ديال الخياطة السامبل، كنحمق عليها. شوفوا كيف جات تبارك الله، جات زوينة، والتوب كيحمق البنات. يعني اللي بغات عاد غتشري التوب ديال جلابة، كنصحك بهذا الكريب راه زوين بزاف بزاف وبارد وزوين كيف ما تشوفوا على الصوره. الجلابه راني درت فيها غير جوج ديال لي بروش باش ما تجيش مشارجيه كيف ما تشوفوا. نتمنى تعجبكم ويعجبكم لا فيديو ديال اليوم. بالنسبه للفصاله ديال هاد الجلابه راها فصاله مخزنيه او جوليه كيف ما بغيتوا تسميوها. من بعد غادي نوريكم الكوماند ديالها كيفاش دايرين. الفصاله راه زوينه بزاف، و كتجي مع الناس اللي راهم شويه عامرين. انتما كتشوفوا دابا الكتاف تالين واصلين، ها هما الفصاله زوينه. غير هنايا مع المانكان ما عندهاش اليدين، ما يعني ما تتبانش مزيان الفصاله. انا تعمدت انني نسرح لكم الكم باش تشوفوا كيفاش جات. والخدمه كيف ما تشوفوا جات زوينه، نتمنى يعجبكم لا فيديو ديال اليوم. ولا كنتو اول مره تشوفوا القناه ديالي مرحبا والف مرحبا، وكنشكركم بزاف على حسن التتبع ديالكم وعلى التعاليق الزوينه المحفزه. وبغيت نقول لكم بانني غادي نشارك معكم موديلات كاملين اللي غادي نخدم ان شاء الله طيله هذا الشهر الكريم، ونتمنى يعجبوكم. ومرحبا بالاستفسارات ديالكم، وكيف ما تنقول لكم دائما غادي نخلي لكم انستغرام ديالي
اللي بغى يتواصل معايا، وغادي نخلي لكم الرقم الخاص ديالي اللي بغى يستفسر على شي حاجه، اولا بغى يعرف الاثمنه، ولا بغى يصوب شي حاجه، مرحبا والف مرحبا. المهم كنتمنى انني ما نكونش طولت عليكم بزاف. ما تنساوش تبارطاجيو مع الاحباب ومع الاصدقاء، ولا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. الى هنا غادي نخليكم مع تتمه الفيديو، وما بقى لي الا نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى اللقاء وفرجه ممتعه، مع السلامه.